لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، حكمة جسدها عادل الذي يسكن قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين. فمنذ 25 سنة وهو يتحدى ويصارع ظروفه الخاصة وقساوة الحياة، عادل على الرغم من أن أمثاله يبحثون عن معيل، أصبح بمهنته هذه التي افتتحها وأبدع ووجد نفسه فيها معيلا لعائلته. الشباب يعني يشتغلون ما يسوا من الحياة، أنا بقصري بغير قصري أشتغل والحمد لله الشباب عايش عائلة، درست أجيال وفتحوا محلات وشغل عمال يعني بالحسن عايش عائلته من ورايا وخير من الله يعني. قضاء الدجيل صغيرهم وكبيرهم يعرف مصلح الدراجات الهوائية عادل، فهو قد امتهن هذه المهنة واشتهر بإخلاصه وبإتقانه لها حتى أصبح مثالا يحتدى به بقوة الإرادة والإصرار على النجاح. احنا من كنا صغار، احنا وصغار نجيب بايسكلاتنا نصلحها يم سيد عادل. ليش؟ لان سيد عادل معروف بتقنيته وحتى يعني مسامحته بالنسبه للاسعار يعني ومراعاته للجميع. شوفه هو يتعامل ويا الجميع بروح ابويه واخويه، بالتالي اليوم حتى تلاحظ حتى هو جالس الصغار والكبار يعني صاحب قلب كبير، بالتالي هذا الانسان قدر ينجح، قدر يحقق هذا الانجاز منذ 25 سنة وهو يدير هذا المحل. صورة من صور بلادي التي لا تقبل ذل العيش والاتكال على الغير، ولكن هل من يد عادلة تعين أو تكافئ وتشجع وتكون سندا دائما لمثل حالة عادل؟ من صلاح الدين، فراس الحسني، قناة التغيير.